هو جرس لسجن شيد في معراب يجسد سجن وزارة الدفاع الذي أمضى به رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أكثر من 11 عاما. بين أرجاء هذا السجن الافتراضي أراد جعجع في الذكرى 20 لدخوله السجن أن يجول ويطلع الإعلاميين على معاناته أثناء الاعتقال. الجو اللي رح تسمعوه هلا هو يلي كنا عايشين فيه كل وقت بالحبس. هاي بنته فتت على قوت التحقيق، بعدين عرفت انه كان هونيك يمكن غازي كنعان ورستم غزالي. قضيت بهيدي شي 42 ساعة، قضيت برقم 6 قضيت فيها 3 سنين، وبهي قضيت 7 سنين. إذا بيفتحوا الباب هيك بيجي عسكري، هيدا المفتاح رجع بيعمل هيك، ما هيك؟ هيدي الزنزانة مثل ما هي تماما تماما، يعني الأغراض اللي فيها هن الأغراض الفعليين تحت اللي كانوا فيها تحت مثل ما هو، يعني جبتوهم من وزارة الدفاع. ايه هيدي مشان صيفية، هيدي مشان صيفية. سنلاك على الطاولة أغراضي، هو الصحون اللي كنت آكل فيهم، زهر الليل، كنت هيك رتلها لا 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 لا. هون ليش هيك هون؟ مين بيعد الله؟ هيك شو؟ إلى جانب زنزانته المفترضة تتواجد هذه المكتبة وهي تحوي بعض الكتب التي قرأها جعجع خلال فترة سجنه. شوف في كتب دينية إسلامية ومسيحية حالتها. طبعا طبعا. قد ايه بالنهار كنت تقرأ، يعني كم ساعة؟ ليك مش كتير، لأنه أكترية الوقت كنت أقضيه بالتأمل والحياة الروحية. أثروا بشخصيتك بعد ما ظهرت هالكتب؟ أثروا كتير. مثلا فرنسوا شفته على العسكرية عم بيهربوا عليه، عرفت كيف؟ تم يخاف. ما بتذكر وقت طلعت معي غنية ما تخافيش أنا مش ناسيكي. ما تخافيش هاي اللي عم بيغير أغنية. الأخبار السياسية انقطعت عن جعجع نهائيا خلال السجن، لكن ثمة أحداث لا يمكن أن تخفى. مثلا وقت الميت حافظ الأسد ما حسيت في أي شيء بالحبس، بينما وقت اغتيال رفيق الحريري أنا حسيت بعد الظهر في حركة عجيبة غريبة. انطباعك مين ممكن كان عاملها مثلا؟ دغري خطر براسك سوريا ولا؟ ما بدها على أي أساس؟ على أساس إنه بدها كتير تفكير. يعني كنت تفكر إنه شو يوم حتترشح لرئاسة الجمهورية؟ بدي أقول لك مرة شو قلت له لواحد من العسكرية على الباب برا، بس هيك يعني سألت مرة قلت له هيك شفته عم بيطلع فيي وقت طلعوني على المشي، نظرة ازدراء هيك طلعت فيي، ثابت انه ما كان في رتيب ما كان في حدا. قلت له ما تطلع هيك، بعد رح يجي يوم تشوفني قاعد بالمكتب، ضليته هيك على مكتب وزير الدفاع قاعد هون بانتبه. وفي دردشة خارج السجن المفترض ذكر جعجع بأنه الوحيد الذي اعتذر عن خطايا الحرب ودفع الثمن، وردا على سؤال عن قول نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم بأن مرشح الحزب للرئاسة معروف قال ممازحا بيقصدني أنا.